انتشرت قوات الأمن السودانية بشكل مكثف وسط الخرطوم قبل انطلاق تظاهرات اليوم نظمها تجمع المهنيين السودانيين باتجاه القصر الرئاسي للمطالبة برحيل النظام. ومع استمرار التظاهرات أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير إجراء مراجعات بخصوص تطبيق قانون النظام العام، وذلك خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف السودانية وبعض الإعلاميين. وأمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والذين يقدر عددهم ب15 صحفيا. كما قال البشير إن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع القوى السياسية بما في ذلك معارضة الخارج في تغيير واضح لسياسته مع المتظاهرين. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي يوسف جلال. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. عفوا، هل فعلا خفض البشير من لهجته عندما قال بالأمس بأنه المتظاهرين هم من الشباب الذين يحوم شبح الفقر حولهم وتعهد ببعض التغييرات، أم أن هذه هي استراتيجية جديدة هدفها التخفيف من وطأة المظاهرات؟ وواضح جدا ان الحكومه السودانيه تمضي في اتجاه التقارب مع المشهد في مع المشهد السياسي بشكل عام، وربما مع المحتجين من خلال المغادرات ظلت فتره مذاكرة من يوم. هذا يعني ان موقف الحكومه السودانيه ليست بذات الصلابه التي كانت عليه قبل الاحتجاجات، هذا يعني ان الحكومه الان في موقف يبدو ضعيفا مقارنه مع موقف المحتجين في الميدان. للمره الاولى ربما يستمع الرئيس السوداني الى مجموعه من الصحفيين تحدثوا بلغه وصفت بانها جهيره لم يالفها من قبل. كل الذين كانوا يجتمعون مع الرئيس في مرات سابقه كانوا يتحدثون بلغه مهادنه وناصحه، لكن كثير من الزملاء تحدثوا بلغه تبدو جريئه هذه المره. صحيح انها لم تجب على كل الشواغل في اذهان المواطنين، صحيح انها تحاشت بعض المطالب الواضحه والجريئه، لكنها في المجمل كانت فيها درجه من الوضوح والصراحه لم تكن مالوفه في المرات السابقه. هذا يعني ان الحكومه السودانيه تبدو في موقف ضعف، تبدو في موقف من يريد ان يسمع للاخر او من يريد ان يخلق منصه لتاسيس او مبادرات لطريق ثالث، على اعتبار ان المحتجين الان يرفضون اي ما تقارب مع الحكومه السودانيه، يرفضون اي ما جلوس للحوار. كل الدعوات التي تطلق من الحكومه من خلال الحوار مع الشباب لا تجد الاذن الساقيه ولا تجد التفاعل المطلوب من قبل المحتجين. هذا يعني ان الحكومه كما قلت تحتاج الى طرف يسمعها ويسمعها وينقل اراءها وموقفها الى المحتجين الذين يتمسكون بخيار واحد وهو رحيل النظام. الصحفي السوداني يوسف جلال، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه.